احنا خوجي مدينة جديدة عازمين في الرباح ان شاء الله وغنتو معنا 3 بوان ان شاء الله بدر جاي اللي عاد الفريق كما كتشوفوا راه كيمر في واحد المرحلة شوية صعيبة لكن نكون واحد التوقع ديال شنو متفائلين نربحوا 3 نقاط ديالنا نجيبوها وصافي الفوز بالدفاع الحسني الجديد ان شاء الله بغينا 3 بوان محتاجين وواقفين عليها ان شاء الله وهي اللي غتكون مربوحه ان شاء الله كاين شويه كاين خلل شويه في التشكيله ولكن الحمد لله ما يكون الخير عارفين كما معروف على الفريق الدفاع الحسني الجديد ديما كيشد التيران ولكن محمد الخامس ديما كيقوم بالدور ديالو وان شاء الله اليوم غنكرو كلمه ديالنا ان شاء الله بهذا الرجال اللي عاد في السراء والضراء سواء خسرت الوداد سواء ربحات ومره ديما حنا كنسيبورتيو الفريق ديالنا التوقعات ديالي ما نكذبش المهم ما عرفتش المهم تقريبا تقدر جوج زيرو واحد زيرو تقريبا ان شاء الله راه كنتمنوا الفوز في المقابله حيت اللعابه راه صبرنا عليهم بزاف و مشينا عليهم مشينا ديبلاصينا حتى لتطوان ومشينا في اي بلاصه وما عطاونا والو بزاف صبرنا مع داك النصير حيت اليوم الا ما كانش الربح راه غيشوف ما عندنا شي حاجه ما كايناش اخويا خرجنا من المدرسه التيران وان شاء الله كيف حتى حنايا بلاصتنا نمشيو للدار ونبدلو ما بقاش الوقت حتى كنبرنا وصي ما يمكنش ليا جيت نيشان شتي الطوبيس جيت نسيبورتي والفرقه ان شاء الله تكون مربوحه نشجع الوداد ديال محمد الظروف اخويا جيت انا واحد الصديق ديالي جينا في ترونسبور عاديين ان شاء الله وغنرجعوا عاديين وبغينا نجيو مسلمين ونمشيو مسلمين ان شاء الله اخويا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي